السكان هددوا أمريكا والرئيس الأمريكي وقالوا كلنا أسامة بن لادن أمام السفارة الأمريكية بالكويت، وهم نفسهم أعزائي المشاهدين هو القاعدة تحولوا الدواعش وهم المتطرفين، فاللي كانوا بالقاعدة راحوا صاروا دواعش بنفس الفكر. وأمس حطينا الدلالة، شوفوا شون التهديد اللي يهددون داعش هو نفس منطق القاعدة لأنهم واحد. شوفوا ودام وين؟ قدام السفارة الأمريكية، وين؟ إن كويت، داخل الكويت، قدام رجال الأمن والصحافة الكويتية. شوف أوباما كلنا أسامة، أوباما أوباما كلنا أسامة، أوباما أوباما كلنا أسامة، أوباما والله العظيم كل من يقيد أعداء الله فكلنا معه، فهؤلاء أعداء الله مصيرهم القتل. يقول الله سبحانه وتعالى قاتل المشركين كافة، فوالله العظيم لا نتركهم حتى نشفي الله، نشفي قليلنا بالله ورسوله. ومن فضل الله سبحانه وتعالى بأن الجهاد والمجاهدين ارتفعت رايته، وهذه راية العز، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوالله العظيم، فوالله يا أمريكا سوف ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقل داري هذا المرتد أوباما الذي يدعي الإسلام ثم ارتد عن ملة الله سبحانه وتعالى. ونجزي شيخنا الشيخ أسامة بن لادن كثير الخير والجزاء ورحم الله، ونسأل الله أن يتقبله. ولحق أبو يحيى الليبي وصدق دعواتنا استشهاد قادتنا، فهذه قادة المسلمين. وبإذن الله، بإذن الله 11 سبتمبر قادم جديد، وطائرات جديدة قادمة إليكم يا أمريكا. يقول طائراتهم جاية، هذول مساكين، لكن منو اللي خلاهم يوصلون هالمرحلة؟ وهذول الدعاة اللي وصلوهم ويجمعوهم منو اللي كان وراهم؟ ومنو اللي يتواصل معاهم؟ ومن يمول يمول يمول؟ حتلقونها في النهاية جهاز الموساد الإسرائيلي. روحوا هني وروحوا هني. أيضاً